بسم الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء ما أجمل أن يشرح لك المرء صدرا ترسم ابتسامته أمامك صورة اليوم البديع وتنزع كلماته العذاب من قلبك مكدرات الحياة ثم لا تتردد في سؤاله أراك اليوم منشرحا فيجيب بأنها أخلاق الإسلام فتتذكر أنت جواب يوسف عليه السلام لأهل السجن عندما قالوا إنا نراك من المحسنين فقال لهم ذلك ما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون وكان المفترض إذن أن يكون المتتبع أو من يتبع منهج الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة البديعة، لكن كثيرا ممن تناولوا هذا المشهد يقولون بانها محاولة لإقناع هؤلاء بالإسلام. ترى هل التعامل الحسن والتعايش الجميل لأجل غاية يوجد بوجودها ويختفي باختفائها؟ ماذا عن الذين لا يراهم المسلم ملتزمين بشرع الله؟ وماذا عن اولئك الذين لم يكن لهم حظ في الاسلام؟ هل ترك الاسلام فرصة يركن فيها المسلم الى طباع نفسه؟ او يخضع منهج الحسنى لفهم الناس وطبائعهم او لمناهجهم ربما؟ كيف السبيل اذا تواردت على الامة صور حديثة في الحياة؟ لم يتطرق اليها السلف بشيء من الكتابه والذكر. التعامل بالحسنى واسلوب التعايش موضوع حلقه اليوم مع فضيله الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنه. رجينا ان تشاركوا عبر الارقام التي سترونها ظاهره على الشاشه بين الحين والاخر فاهلا ومرحبا بكم. اهلا ومرحبا بكم فضيله الشيخ. حياكم الله واهلا وسهلا بكم وبالاخوه والاخوات الذين يتابعون واسال الله سبحانه وتعالى في مستهل هذا اللقاء ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه تعالى سميع مجيب امين فضل الشيخ كثيرا ما يركز الدعاه عند حديثهم عن القران الكريم على جانب التخلي التخلي عن مجموعه من الصفات الذميمه كالغيبه والنميمه وسوء الظن والتجسس وغيرها بينما هناك جانب اظن انه لا يزال يخضع لطباع الناس ولتصرفات القدوات احيانا وهو جانب التعايش بالحسنى واسلوب التعامل الحسن. ما هو التوجيه القراني في دعوه الناس الى هذا المنهج العملي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وانشر علينا اثواب رحمتك اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا الى الطريق الاقوم انك انت الاعز الاكرم وانت الرب وانت الحكم اما بعد فان هذه القضيه التي قدمت لها وسالت عنها هي قضيه بالغه الاهميه ومكمن الجواب المباشر على هذا السؤال هو في ذات السؤال فان المنهج الذي قرره لنا ربنا تبارك وتعالى ليتعامل الناس على اساسه ولكي يتعايشوا وفقا لسننه ونواميسه انما هو مقرر بكل وضوح بيان في كتاب الله عز وجل في القران العظيم فالله تعالى ما انزل كتابه الا لكي يهدي الناس الى الاسس والقواعد التي تمكنهم من ان تكون حياتهم محققه لغايات وجودهم من عباده الله عز وجل ومن تعارفهم وتعايشهم ومن الحياه الطيبه التي ينشدون ولذلك وصف الله عز وجل كتابه بقوله ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم مما يعني ان معاملات الناس فيما بينهم وعلاقات بعضهم ببعض لا تخضع لاذواقهم ولا تخضع لموازين بشريه قاصره ولا يمكن بحال من الاحوال ان تطوع وفقا للمصالح والاهواء والشهوات وانما موازينها ومعاييرها ومبادئها مستمده من هذا المنهج القراني وقد قرر كتاب الله عز وجل كيف يمكن للناس ان يحيوا حياه طيبه هانئه يسودها السلام والمحبه والتعاطف والتراحم نجد ذلك ليس فيما يتصل بالزواجر او النواهي التي سميتموها بانها مما يتصل بجانب التخلي بل حتى فيما يتصل بالتحلي بل جاءت اصاله لكي تبني خلق الانسان ولكي تصوغ شخصيه هذا الانسان لما يسمو به في درجات الكمال البشري وهذا من صميم دعوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما وصفها الله تعالى في كتابه حينما قال: هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه ولذلك فان من صميم مقاصد هذا الدين الذي اكرم الله عز وجل به خاتم الانبياء والمرسلين هو ان يزكو باخلاق الناس ان يسمو باذواقهم وان يرتفع بطباعهم وان يعلي من شان خلق هذا الانسان وادبه في تعامله مع غيره ولذلك نجد اوامر جاءت صريحه في كتاب الله عز وجل تبني هذا الخلق النبيل وتؤسس لمعاملة مبنية على الحسنى وعلى التعامل بما يحقق العيش المشترك وبما يحقق للناس أن يسودهم الوئام والترحم ولننتقل إلى بعض هذه الأسس الأصيلة من كتاب الله عز وجل فنجد في القرآن العظيم نجد أن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بقوله قل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم فيامر عباده بان يقولوا احسن الاقوال فيما بينهم لأن لكي يسدوا الابواب امام الشيطان حتى لا ينزغ بينهم فيؤدي وسوسته الى ان يحل الخصام والنزاع محل المحبه والوئام ويقول ايضا وقولوا للناس حسنا وهذا تأسيس لمبدأ أصيل لأن الله عز وجل أمر به عباده المخاطبين في تعاملهم مع كل الناس وقولوا للناس حسنا وفي التعامل مع المختلف نجد أن الله تبارك وتعالى في أسمى عبارة وأوضح بيان يخاطب نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام ويخاطب أمته بقوله ادعوا الى سبيل رب ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ثم قال ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم فيؤسس الى ان التعامل حتى مع المختلف الذي يمكن ان تكون بينك وبينه عداوه والذي يمكن ان يمثل طرف فيه الحسنه والطرف الاخر يمثل السيئه ومع ذلك ياتي التوجيه الرباني بقوله جل وعلا ادفع بالتي هي احسن ثم يبين العاقبه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم فهناك عداوه ومع ذلك فان الله تعالى يامر بان يكون هناك دفع وان يكون هذا الدفع للباطل وللفساد وللمنكر أن يكون بالتي هي أحسن وليس بالحسنى فقط بل بالتي هي أحسن في التعامل مع هذا الصنف من الناس نجد أن الله تعالى يرسي, يرسي للمسلمين في كتابه الكريم مبدأ العدالة والإنصاف من النفس حينما يقول جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فحتى مع العدو مع البعيد البغيض يأمرنا الله سبحانه وتعالى ألا تحملنا العداوة والبغضاء والشنآن الذي بيننا وبينه ألا يحملنا ذلك إلى ظلمه والى الإجحاف في حق في حقوقه ولذلك قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وهذا المبدأ هذا المبدأ السامي العظيم لو ان الناس اخذوا به في واقع حياتهم اليوم لطابت حياتهم واختفت الكثير من النزاعات والخلافات التي تتحول بعد ذلك الى خصومات يصعب علاجها ويمكن ان تتحول الى حروب مدمره ومع ذلك فان يعني هناك جمله اخرى من المبادئ القرانيه التي يرشدنا اليها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم مما يتصل ب يعني المنهج القرآني الذي يرسيه لنا ربنا في تعاملنا مع بعضنا البعض من ذلك أيضا ما نجده في قوله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين فالله تعالى يبين أن هؤلاء الذين لم يصدر منهم ظلم لا في الأنفس ولا بالإخراج من الديار يأمر بالبر بهم والإقصاط إليهم ويبين أنه جل وعلا إنما يحب المقسطين الذين يبذلون القسط أو يعاملون الناس بمبدأ العدالة والإنصاف من النفس قبل المطالبة بالنصفة للنفس فهذه المبادئ التي يقررها لنا ربنا جل وعلا في هذه الآيات القرآنية وفي غيرها مما لا يخفى على الناس هي الخلق القرآني التي أمر المسلمون بأن يمتثلوه واقعا في حياتهم ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الترجمان لهذه الأخلاق والمبادئ العظيمة زكت نفسه وسمت أخلاقه حتى وصفته السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها بقوله بقولها كان خلقه القرآن ف وما وصفته إلا ب وما وصفته بهذا الوصف إلا لأنه تمثل هذه المبادئ الخلقية no. وهذه القيم الإنسانية الرفيعة في تعامله مع سائر الناس no. وهذا ما نحتاج إليه اليوم في واقعنا أن نعود إلى المنهج القرآني وكما قلت يعني كما وصف الله عز وجل كتابه الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وأنا تتبعت الآيات المتصلة بالأخلاق يعني تتبع طالب العلم النهم الراغب في التعرف على ما تشتمل عليه من معاني ودلالات يحتاج اليها كل مسلم فوجدت انها من ايسر الايات في كتاب الله عز وجل ففهمها والتعامل معها وادراك دلالاتها ومعانيها لا يحتاج الى كبير عناء ولا الى عميق فهم لا. لانها واضحه بينه في كتاب الله عز وجل تاتي في سياق القصص القراني تاتي في سياق الاوامر المباشره نعم تاتي في سياق النواهي تاتي في بيان صفات المؤمنين حتى في, في وجاءت يعني مبادئ انسانيه رفيعه تتناول الواقع نعم حينما يصف الله عز وجل عباده عباد الرحمن بقوله واذا مروا باللغو مروا كِرَامًا نعم فحتى في تعاملهم لان من واقع حياه الناس ان يكون هناك لغو وان يكون هناك من يلغو وأن يكون هناك لهو وفساد ومع ذلك فان الله سبحانه وتعالى ولذلك فان الله تعالى قد بين منهج هؤلاء منهج عباده الذين يمتثلون اوامره واذا مروا باللغو مروا كراما وقال جل وعلا وقد انزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. ماذا نفهم اذا هذه الايه؟ هذه الايه كسابقتها او كما تشتمل عليه الايات السابقه في التعامل مع من يكثر من اللغو او من كان جاحدا يستهزئ بايات الله تبارك وتعالى فان الله عز وجل ينهى عباده المؤمنين من الجلوس اليهم ومشاركتهم حتى ولو بسماع استهزائهم وكفرانهم، لكنهم ان خاضوا في حديث اخر فان هذا الحكم الشرعي يرتفع لم ينههم القران العظيم عن الجلوس معهم وانما نهاهم عن الجلوس معهم حاله استهزائهم وكفرانهم بايات الله تبارك وتعالى اي باحكام شرعه وبما يشتمل عليه دينه فاذا انتقلوا الى حديث غيره فان نعم. الله سبحانه وتعالى قال حتى يخوضوا في حديث غيره نعم. وهذا ورد في سوره النساء ورد تشريع مثله ايضا في سوره الانعام. هذه النقطه فضيله الشيخ التي ختمتم بها حديثكم غايه في الاهميه تتعلق بالتعامل مع الناس وطريقه الاتصال بهم او عدم الاتصال يسلمنا الى سؤال مهم وهو ان طبيعه الناس على العموم تفهم اخلاق الاسلام والتعامل بالحسنى من خلال المتمسكين به او المتدينين حرصا على فرائضه وسننه. حتى انهم اصبحوا يطلقون عليهم مسميات تتعلق بالاسلام كالاسلاميين مثلا. بيد ان اختلاف هؤلاء فضل الشيخ في التعامل مع الناس والتعامل واسلوب التعايش بالحسنى ادى بين طبعا تتراوح هذه الاختلافات بين التشدد مع الاخر ايا كان ومساله انه اذا خاضوا في حديث في حديث يسيء الى الاسلام تركوا مطلقا على العموم العوده اليهم لن تكون وبين الاندماج الحذر. هذا النوع في الاختلاف بين المتدينين او نقول يعني الذين يلتزمون باخلاق الاسلام هكذا يعرفهم الناس ادى الى وجود جفوه بينهم وبين الناس. هل ترى فضيله الشيخ ان هناك اشياء اخرى ومناهج وقواعد زاحمت المنهج القراني في تخطيط او في وضع اسس التعامل؟ أه نعم يعني لكن قبل ان ان اجيب على هذه القضيه بالذات لي تعليق بسيط حول مقدمه السؤال، اذ حسنا يعني قلتم بان كثيرا من الناس ينظرون الى المتدينين الى الملتزمين باحكام الله تعالى ومن خلالهم يقومون هذا الدين واخلاقه وادابه وقيمه ولهم كل الحق في ذلك ولذلك كان من الواجب على المتقين وعلى الصالحين ان يكونوا اكثر التزاما باخلاق هذا الدين لانهم في مقام الاسوات في مقام ان يقتدى بهم ولذلك كان يعني الالتزام في حقهم اوجب والزم طالما انهم صاروا وهكذا ايضا يعني ذو هكذا ذو المناصب والولايات العامه لان الناس تتاسى بهم ولانهم منظور منظور اليهم كما يقول الفقهاء ولذلك كانوا احوج الى الصبر وكانوا يعني احق بكظم الغيظ واحتمال الاذى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لاشج عبد القيس ان فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والاناه ولما ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد احتمالا للاذى واصبر على مخالطه الناس لان الله تبارك وتعالى أمره بذلك فقال فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا فهو مأمور بالصبر في مخالطته لهم ومأمور أن يحتمل الأذى وأن يهجر أذاهم ذلك فلا يقابله بالمثل فيكون هجرانه هجران جميلا لا أن يهجر أمر دعوتهم إلى الخير ومن هنا أدخل إلى يعني لب السؤال فالمسلمون مأمورون ب أن يتناهوا عن المنكر، وأن يتواصوا بالحق، وأن يتواصوا بالصبر، وأن يأمروا بالمعروف، وأن يتناصحوا فيما بينهم، وأدلة وأدلة ذلك كثيرة معروفة في كتاب الله عز وجل. أدلة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأدلة تغيير المنكر، وأدلة التناصح والتواصي بالحق. لكن هذا لا يعني أن يلجأ المسلم إلى ما ينفر الناس. وإلى ما يبعدهم عن حب أحكام دين الله عز وجل وحب التأسي بالصالحين والتأسي قبل الصالحين بهدي الأنبياء والمرسلين وامتثال المنهج القرآني في أخلاقهم في معاملتهم لبعضهم البعض، بل من الواجب أن يحرص المسلمون على قوام بقاء بقائهم وقوام بقاء بقائهم ومصدر خيريتهم أو مصدر دوام خيريتهم إنما يكمن في محافظتهم على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر واداء واجب النصيحه لكن ذلك مشروط بجمله من الاداب والاخلاق التي نص عليها كتاب الله عز وجل ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن وقوله أيضا جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ ذو حظ عظيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر ثم في التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته القوليه وفي سنته الفعليه لان اخلاقه صلى الله عليه وسلم من اقوال وافعال كانت خير ما يمثل المبادئ الخلقيه والقيم النبيله التي دعا اليها كتاب الله عز وجل ولذلك اثنى عليه القران العظيم في قوله جل وعلا وانك لعلى خلق عظيم، لكن الذي حصل ان كثيرا من الناس للاسف الشديد عبر تاريخ هذه الامه ابعد النجعه في الاستمداد في استمداد القيم والاخلاق النبيله فبدل ان ياخذها من مصادرها من كتاب الله عز وجل ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه القوليه والفعليه الثابته الصحيحه عنه عليه الصلاه والسلام اذا ببعض الناس وبعض الدعاه وبعض العلماء يستبدلون بالاخذ من هذه المصادر الاخذ من تصرفات واعمال وافعال بعض العلماء وبعض الائمه والدعاه فيما يسمونه هم بالسلف الصالح في حين ان هذه التشريعات وهذه الاحكام هي واضحه جليه في كتاب الله عز وجل لا شك انه لا حرج في التاسي بالصالحين لا حرج في الاقتداء بهم لكن ذلك انما يكون مشروطا بموافقتهم للهدي القراني <applause> في اخلاقهم في افعالهم واقوالهم وفي تعاملهم مع سائر الناس لان لاعمال لتصرفات الناس مهما بلغوا من المنزله ما يكتنفها من الظروف والاحوال والملابسات التي قد لا تنقل الينا والتي قد يعني تعذرهم في وقتهم وفي زمانهم ومكانهم لكنها لا تصلح ان تؤخذ وتنسخ لكي تكون هي المقياس والمعيار الذي يحاكم به الناس والتي على وعلى اساسها يصنف الناس بين يعني فاسق ومبتدع وضال واهل بدعه وبين تقي صالح منتسب الى السلف الى السلف او غير منتسب اليه، هذا هو الذي ادى الى كثير من مسببات هذه الفجوه التي تشير اليها، هذا من ضمن اهم الاسباب، من ضمنها ايضا ان منظومه القيم والاخلاق المشتمله التي يشتمل عليها ديننا في كتاب الله عز وجل وفي سنه رسول الله صلى عليه الله عليه و وسلم الله. للاسف الشديد عبر اجتهادات العلماء ابعدت من هذه المصادر بل ابعدت من ان يكون الفقه الاسلامي هو الذي يتناولها واذا بنا نجدها في الغالب مبثوثه في كتب المنطق والفلسفه وكانها قضايا فلسفيه منطقيه نظريه لا تمت الى الواقع بصله مع ان اصل الفقه ان يتناول الاحكام الشرعيه ومن الاحكام الشرعيه ما يتصل بمعامله الناس لبعضهم البعض كيف يعامل المسلم اخوانه المسلمين كيف يعامل سائر الناس ما هي الاسس التي يستند اليها في معاملته ما هو الثواب الذي يترتب على احسانه او العقاب الذي يترتب على اساءته للاخرين ف هذا الصنيع من تهميش علم الاخلاق وما يتصل بالادب الاسلامي اي الادب بمعنى القيم الاسلاميه من دوائر الفقه لكي تكون محصوره في كتب المنطق والفلسفه والكتب النظريه هو ايضا من من الاسباب التي ادت الى نشوء هذه الفجوه لان الناس لم يتعرفوا لا من حيث تعرف الدعاه ومن من تفضلتم بتسميتهم انهم المتدينون ولا تعرف عامه الناس ايضا على هذه الاحكام الفقهيه لا في جانبها النظري من خلال قراءاتهم واطلاعهم ولا من حيث الممارسه والتطبيق وهذا مما ادى الى الى الفجوه كذلك من ضمن الاسباب التي يمكن ان تضاف في في هذا السياق ما يعني جهل كثير من ابناء المسلمين بهذه الاداب والقيم فاذا بهم يزكون انفسهم ويبخسون الناس منازلهم يبخسون الناس اقدارهم ومنازلهم فتزكيه النفس لا شك سوف تؤدي الى الغرور والى التكبر على الاخرين والله تعالى يقول تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا فالتكبر والعلو ارتبط في كتاب الله عز وجل بالافساد والفساد في هذه الارض وهذا من الغرور ولذلك حذر الله تعالى منه في كتابه الكريم حينما قال فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى وقال ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض طولا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها طيب فضيلة الشيخ يعني هناك نقطتان لكن نبقى مع النقطة الأخيرة تزكية النفس هذا عنوان عريض يعني قد يفعل الإنسان شيئا يظن أنه من حقوقه وأنه لا يدخل ضمن تزكية النفس هل لك أن تضرب بعض الصور ولكن إن شاء الله بعد المكالمات لأن ينتظروا هؤلاء الإخوة الأخت زوان المنذرية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤال إذا سمحتم تفضلي الأخت زوان الوالدين أحق الناس بحسن التعامل نعم. وهم سر سعادتنا في الدارين لا لكن للأسف نجد من يتأسف من صنيعهم في كبر سنهم ويسيء التعامل معهم فما نصيحتكم لهم وكيف نرقى بحسن التعامل معهم جميل. كما نرجو من فضيلة الشيخ أن يدعو لنا الله يبارك فيك مشكورة الأخت زوان شكرا. شكرا, جزيلا لك سيف العوفي نعم السلام عليكم الاخ سيف وعليكم السلام ورحمه الله, مسأك مساكم الله بالخير الله يمسيك بالخير والنور شيخ كهلان كيف حالك؟ حياك الله الاخ سيف بارك الله فيك امين بارك الله فيك جميعا حياك الله, الله. اهلا وسهلا سؤالي الاول قد يتعرض الانسان في سفره بالخارج نعم. الى بعض المضايقات ولا سيما فيما يختص بامور ديني نعم. من انتقاد وغير ذلك وطرح بعض الاسئله الاستفزازيه لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا فمن منطلق التعامل بالحسنى والتكيف مع الوضع للتعايش مع ذلكم القوم فكيف يتصرف المرء خصوصا اذا ما تعرض الى الغلب إلى في القول والتعامل الشرس وهل طيب. اذا كان المخطئ عليه محقا فكيف يرد ويقنع من يحاوره طيب سؤالي الثاني طيب. قد يشمل التعايش مع قوم ما شيء لا يقبل وفيه ما لا يرضى ما لا ترضاه النفس ولا يرضي الرب. فهل الانسان ملزم او مطالب بالهجره كما قال الله تعالى الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها ام يعم. الانسان مطالب بالجهاد والقضاء على الفساد. طيب جميل. شكرا لك مشكور شكرا جزيلا لك. الله طيب. يبارك فيك الاخ سليمان الحسني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام, السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك اهلا شيخ. بك الاخ سليمان الحمد لله تفضل بارك الله فيكم نعم شيخ بي... يعني عندما نرجع الى التاريخ الاسلامي نجد ان سبب افتراق الامه حاليا الى طوائف جذور هذا الافتراق يرجع الى الفتنه الاولى حيث كان الافتراق في البدايه سياسيا وبعد ذلك اتخذ يعني او صار كل من الاحزاب السياسيه يتبنى آراء فقهية وعقديه تميزه عن غيره. فالآن يعني كثير ما نشاهد من يحيي تلك الأحداث الغابرة ويعيد نقاشها ونقاش شخصياتها. ألا ترون معي فضيلة الشيخ أنه من الخطوات الأساسية حتى يعني تنسى الأمة اختلافها وتنسى جراحاتها وتعود لتتوحد وتتالف فيما بينها ان تطمر تلك الاحداث احداث الفتنه الاولى ولا تناقش خصوصا بين عوام الناس لانه لا لانهم ليست لديهم الاليات والادوات للحكم السليم يمين. على اي شيء تلك الاحداث بالاخص اذا نوقشت فتناقش بين م. العلماء وتستر عن عوام الناس طيب. ما رايكم في هذا مشكور الله سليمان شكرا جزيلا شكرا لك, لك. الله يبارك فيك لأخت ام محمد ايوه تفضل اخوي تفضل يا ام محمد انت معنا السلام عليها عليكم. عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله. لو أهلا سمحت بك. انا حابه استفسر تفضلي اخوي قبل خمس سنوات سوى حادث دعم شخص كان يتخطى الشارع فهو ما صام عنه ما قدم اي شيء عنه ثانيا دوب قبل شهرين توفى في حادث وكان عنده زميله توفى يرحمهم الله باثنيهم فأريد استفسر شو اخوي يلزمه نأدعى عنه لانه رحمه الله هو توفى. طيب. فما كان ملتزم هو في الصلاه، ما كان ملتزم في الصوم، يعني نريد نعرف شو نحن نقدر ندع عنه. جيد، طيب ام محمد، ان شاء الله، لعلنا نجد في نهاية الوقت فرصة لنا. انا انتظر السؤال. طيب،, طيب. مشكور الله يبارك فيك، شكرا جزيلا لك. فضل الشيخ نعود إلى موضوع التزكية يعني نعم. مثل ماذا مثلا يعني الأشياء التي ستؤدي يعني تزكية النفس فيها إلى التعامل بغير الحسنى تزكية النفس الواردة في كتاب الله عز وجل تأتي بمعنيين تزكية النفس بمعنى السمو بها والاتصاف بالصفات التي تجعل صاحبها مترفعا عن الدنايا ساعيا الى درجات الكمال البشري ساعيا الى ان يتحلى بالاخلاق الفاضله وان يكون في عبوديته لله عز وجل مطيعا مقبلا عليه سبحانه فهذا من المامور به وهو كما تقدم من صميم ما وصفت به دعوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع واما تزكيه النفس المنهي وهو المعنى الثاني وهو يعني النهي عن تزكيه النفس بمعنى ان ينظر المسلم الى نفسه بعين الرضا فيترك عيوبها يغض الطرف عن عيوبها ويجعل نفسه في موضع المديح وفي موضع الصلاح والتقوى فلا يلتفت الى تقصيره ولا يلتفت الى اخطائه والى ما يقع فيه من مخالفات و يعني يزكي نفسه عند أماء لله تبارك وتعالى فهذا من المنهي عنه أن يزكي نفسه بمعنى يمتدحها ولا يلتفت إلى عيوبه وأخطائه ويعرض يضرب صفح يضرب صفحا عما وقع فيه من مخالفات شرعية ويرى نفسه أنه من أهل التقوى وأهل الصلاح فهذا منهي عنه وعليه أن يسعى عليه أن يتهم نفسه بالتقصير والخطأ وان يتوب الى الله تبارك وتعالى وان يستغفر فيسعى في الترقي في درجات التقى والصلاح والخير. طيب طيب الشيخ يعني حتى نقل لي هذه النقطه اكثر يعني قد يصطدم الشخص بموقف ويرى فيه هذا الموقف وجد فيه شخص تكبر عليه وتعالى اليس من حقه ان يتكبر على المتكبر؟ لا أيضا؟ ليس من حقه ان يتكبر لان التكبر في ذاته منهي عنه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والله سبارك وتعالى بيّن في كتابه كما في الآية السابقة ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها و ويقول كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار فالكبر في ذاته منهي عنه وهو من كبائر الذنوب لكن كيف يعامل من كان متكبرا لا يخرج لا تخرج معاملته عن القواعد العامه التي تقدم وصفها لكن لا يعني ذلك ان يقبل بالذل وان يترك نصحه ونهيه عن المنكر وان يسعى الى اسداء النصح له بل عليه ان يفعل ذلك عليه ان يتوجه اليه بالنصيحه عليه ان ينبهه الى عظيم خطر الصفه الذميمه التي يتصف بها وان يكون ذلك بالحكمه والموعظه الحسنه كما امرنا الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه قد يكون من لوازم ذلك اظهار شيء من القطيعه على سبيل المثال هذا مما لا حرج فيه اذا كان يقصد منه اصلاحه فيمكن ان يكون من وسائل النصح بعد النصح بالقول وبعد الموعظة كما قال الله تعالى مخاطبا نبيه في سياق تحذيره من المنافقين فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا لم يأمره بأن يتكبر عليهم وما كان صلى الله عليه وسلم بل حتى في الرجل كما في رواية السيدة عائشة أن رجلا أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر عنه فقال بئس أخو العشير أو في رواية بئس ابن العشيرة هو فلما دخل عليه رات السيده عائشه رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم ألان له القول فسالته عن ذلك قالت يا رسول الله قد قلت عنه ما قلت فلما يعني دخل رايتك قد ألنت له القول فقال صلى الله عليه واله وسلم آه قال مبينا موقفه منه قال آه ومتى كنت فحاشا إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس وفي رواية من تركه الناس اتقاء لشره فبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أول الأمر لحقيقة الرجل وقد كان ممن من يكتم الكفر ويظهر الإيمان وتبين ذلك حينما ارتد لم يمنعه من أن يعامله معاملة حسنة ومن أن يلين له القول <applause> وهذا ما يعرفه الفقهاء ومن كتب في الأخلاق بالمداراة وفي, وفي, المدارات كثير من الروايات كأمرت بمدارات الناس <applause> والمداراة تعني إحسان المعاملة لهم رجاء إصلاحهم وإبلاغهم مراشد هذا الدين لا تعني أن يقبل الذل في الدين وأن يغمط أن يرضى ب أن تغمط الحقوق وأن يظلم الناس نعم هذا مما لا بد أن يكون واضحا بينا لكن سبيل تغيير ذلك وسبيل النهي عنه لا يكون إلا وفقا للقواعد المقررة في كتاب الله عز وجل نعم هذا يعني يدخل في سؤال أخصيف عندما يسافر نعم الإنسان فيجد استفزازات و يعني سؤاله أيضا سؤال مهم للغاية نعم. و و لتسمح لي بدقيقة تفضل أولا اعتراض المعترض لا بد ان نعرف لما يعترض ان كان يريد ان يتعرف لانه يجهل او كان يعني خالي الذهن فعجب مما راه او مما سمعه من غيره لم يعتد على ذلك او كان في غفله فهذا يبين له ويعني يعلم ولا بد ان ان يكون ذلك وفقا للقواعد المتقدمه اما إذا كان يريد أن يخاصم ويريد يعني أن تكون مجادلته إنما هي لأجل يعني الانتصار للنفس فهذا مما أمرنا الله تبارك وتعالى أن نعرض عنه إذ لا فائدة من ذلك إلا مزيد من الشح إلا المزيد من الشحناء والبغضاء فحبذا لو أعرض عنه بكلمة طيبة والكلمة الطيبة صدقة وأن يقول له قولا حسنا فيعرض عنه وهذا معنى واذا مروا باللغو مروا كراما فان اللغو يعني ما لا فائده منه من الحديث وهذا مما لا فائده منه اذا لم يكن مقصد الانسان ان يتعرف وان يتذكر وان ينشد الصواب او يتعرف على ما عند الاخر م. ونحن نجد في كتاب الله عز وجل من ابلغ ما يرشدنا اليه في مثل هذه المواقف انه حتى في مقام الجدال والحوار لا مانع الرسول صلى الله عليه وسلم علم حينما قال مخاطبا المشركين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين لأنه يعلم أنه على حق لكن في مقابل مجادلته أي حواره لأن المجادلة في القرآن بمعنى الحوار في مجادلته يعني خصومه يقدم هذا المبدأ الذي يدعوهم إلى الإقبال إلى الحوار <applause> وهذا هو المنهج القرآني الذي يعني نتمنى أن نتعرف عليه وأن نتمسك به. نعم. <applause> طيب شيخ يعني نعود مرة أخرى إلى حديث أشرتم أنتم جزاكم الله خيرا ذكرتم قيودا في قضية السلف وأن منهجهم إن كان متفقا مع منهج القرآن الكريم فهنا يكون الاتباع لكن ربما في ذهنية بعض المستمعين أو مشاهدين الآن يقول بأن فهم الإسلام انتهى أصلا عند السلف ووقف كل الجزئيات التي يجب ان تفهم من القران ومن الاسلام انتهت عند السلف وكما يقولون ماذا ترك الاول للاخر اذا فمن اين بل يمكن كم أن ترك الاول للاخر وهذا تعطيل لي يعني احكام شرع الله عز وجل في آه نعم كم, كم, كم ترك الاول للاخر يعني هذا هو الصواب نا نا آه لان هذا الوحي الذي اكرمنا الله عز وجل به وحي خالد آه يعني غايته ومقصده ان يرشد الناس للتي هي اقوم فلا بد للناس ان يعملوا فيه اجتهاداتهم وعقولهم وان يهيئوا انفسهم ان يؤهلوا انفسهم لذلك، هذا لا يعني ان يكون آه يعني امر النظر في كتاب الله عز وجل واستنباط الاحكام الشرعيه ومنها ما يتصل بالقواعد الخلقيه ومبادئ المعامله بالحسنى والتعايش موكولا الى من لا يتملك من لا يملك الالات آه المؤهله لاستنباط هذه الاحكام لكن مم. هذه الملكات آه فيما يتصل بجوانب الاخلاق والقيم هي كما قلت لانها واضحه بينه في كتاب الله عز وجل كل ما نحتاج اليه ان نمعن النظر فيها وان نقف عندها وان نتامل في معانيها ثم نطبقها بعد ذلك في واقعنا جزاكم الله خير فضيله الشيخ هذا الموضوع بالفعل يحتاج الى حلقات في الحقيقه بشاهم. ولكن الوقت انتهى اعزائنا الكرام اظن ان هذا هو الجزء الاول من هذا العنوان الجميل الشائق الذي وردت فيه كثير من الاسئله خاصه عن طريق موقع البرنامج وعن طريق صفحه البرنامج في الفيسبوك وربما ان شاء الله تعالى نامل في الحلقات القادمه ان نكمل هذا الموضوع ولكن يكون ذلك بالاعلان عنه في صفحه البرنامج لاننا في بعض الاحيان قد نحتاج الى ان نفتح ايضا مجالا للاخوه الذين ارسلوا اسئله كثيره عن طريق الموقع والتي لا يجمعها عنوان واحد فنخشى ان نخسر جمهور الموقع سنخصص لهم ايضا حلقات كل ذلك ستجدونه في البرنامج الاخوه الذين اتصلوا بحول الله تعالى في الحلقه القادمه ربنا نلتفت اليهم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته